حلو هالتشالنج. رؤى لما نوصل المسكرة شو رح اقول؟ هاي جايز، اولا اليوم في تحدي، رح استعمل ميك اب برودكتس وحطهم بالمحل الغلط. ليتس جو. رح استعمل Maybelline Anti-Age Concealer كفاونديشن مش ككونسيلر. هيدا رح بتكون شوي هينة لأنه أيام نستعمل كونسيلر كفاونديشن. هلا هيدا الشيء مش عملته من قبل، حاستعمل Super Stay Active Wear Foundation ككونسيلر. هلا حاستعمل هيدا الليبستيك من لوريال اسمه Color Rich كبلاش. هلا للبرونزر حبستعمل هيدا الاي شادو اللي هون من الماستر بيس نيود باليت باي ماكس فاكتور. قد التحدي. هلا هايلايتر حاستعمل ليب جلوس من كارل لاجرفيلد. للحواجي حاستعمل براو جل بس مش براو جل، حاستعمل برايمر انفاليبل من لوريال. للعينين حاستعمل تو برودكتس، كونسيلر انتي ايج اريزر من مايبلين، ومن جوا للمعة ليفتر جلوس من مايبلين. راح اخذ الاكس فايبر ماسكارا من لوريال واخذ انجل براش وهيك اعمل وارسم اي لاينر. الله يستر. هلا وقت الماسكارا وماسكا اي لاينر، حاستعمل هايبر ايزي لاينر من مايبلين. لللبستيك حاستعمل برجندي بار اي شادو، اخذ هيدا اللون. اكتبوا لي بالكومنتس اذا شي مره انتم استعملتوا برودكت مش بمحله مثل ما عملنا بهذا الفيديو. Thank you for watching. I'll see you later. Bye guys.